محمد قاسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أصفر، أزرق، أحمر، أخضر، ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے. اسلام سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آنکھ، ہاتھ، کان ہمیں اللہ نے دیے ہیں. ہمارے پیارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. اللهم باسمك أموت وأحيا. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت